السلام عليكم، انا محمد غنايم وهذا صديقي حمزه. اهلا وسهلا بالجميع. سؤال بس تفضل. عشان ما اطلعش يعني اطلع هون ولا اطلع فوق؟ طلع على العدسه نفسه. يعني على بما اننا الاثنين نعمل في المجال الطبي، انا طبيب بحمد الله وهو ممرض، احببنا من خلال هذه الجلسه الرمضانيه الهادئه ان نتابع بعض الميمز الطبيه ونعلق عليها. في فرق بين العدسه والشاشه. بسم الله نبدا. الصوره الاولى، اقرا حمزه. مراحل حياه طالب الطب: انه يصير دكتور، يجوز دكتوره، يجيب اولاد يسويهم دكاتره، يدور لهم على دكاتره عشان يتجوزوا يموت. طبعا يجيب اولاد هذا ما اعتقد يجيب، كمل تخصص ماجستير دكتوراه بروفيسوراه. نعم، العمر ميت. اذكر منذ فتره في هذه الواقعه صوره انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي لاب لديه 3 أبناء كلهم اطباء وعياداتهم في نفس المبنى. هذا امر جميل، ولكن المؤسف في الامر ان العين حق كما تعرفون، وبعض الناس لا تذكر الله عندما ترى شيء يعجبها. فتوفيت واحده من بناتي وهي طبيبه، فعندما تشاهدون شيء يعجبكم دائما اذكروا الله عز وجل. ما رأيك؟ طبعا يا ابن عم كلامك صحيح، يعني العين حق. عندما يقوم احد اقاربك بزيارتك مؤخرا، تخصصت ولا لسه؟ دكتور اقرا الاشعه دي مش هتعالج، اما لما تتخرج هنكشف عندك ببلاش ولا ايه؟ والله هذه شائعه عندنا يعني في الارياف او في المنطقه عندنا، يعني الواحد لما يكون ممرض يكون يعني ممرض العائله كلها، فهو بفكروه يعني اللي خازق طبقه الاوزون من الفهم، هو يعني بيكون معلوماته قد. قصه كلمني بها احد اصدقائي، يقول: لما كنت في سنة أولى جاء لي أحد أقاربي يريد أن أعينه، كان لديه ألم في كتفه، فمباشرة شخصته جلطة قلبية. لأن الأعراض السريرية للجلطة القلبية هي أعراض سريرية عامة، ألم في الكتف الأيسر مع الجهة اليسرى من الرقبة. الصورة التالية: يرجى إبعاد المريض عن تناول الأطعمة والالتزام بالوجبات المذكورة في الروشيتة فقط. أهل المريض فولوا عند أهل المريض هذول هم يعني الوجه وراسك، هو مش المريض نفسه، المرافق. هنا المريض لما يكون مثلا طالع من عملية، خلينا نقول عملية مثلا، طالع من عملية ممنوع لا يأكل ولا يشرب لمدة معينة الدكتور بخبرنا فيها. الحين بيجي المرافق عليك، هذا هو البوجع راسك المرافق، بيجي عليك بقول لك في مجال نطعم لحمة، احنا بقول لك ممنوع يأكل يا زلمة أو نشرب مية. تحس انه مرافق، انه بدي يعني بقول لك انه عشان مريضة فهو بدي يدير باله عليه، هو بيعرف انه راح يقتل يا زلمة. ممنوع خالص. ممنوع. الصورة التالية: لما تعمل ريفلكسات في الاستقبال ومعك شاكوش الطبي، هاي الريفلكسات من فحوصات الأعصاب حتى يعني تعرف ردود الجسم الطبيعية. يسلم يديك أخي، يسلم يرضى عليك يا رب. هلا أحمد نعمل لك الفحص. نو حمزة. تفضل يا ابن عم. بعيدا عن الميمز والصور الطبية، ما رأيك أن نتكلم عن قصص مؤثرة حزينة مضحكة عشتها وعايشتها في المشفى؟ لو سألتك مثلا أريد قصة مضحكة حدثت معك أضحكتك في المشفى مثلا. قصة مضحكة حكيت لي هناك عدة عشان هيك بطلع. ما ترى ساعة بتطلع على الشاشة مش على العدسة. يعني قصص مضحكة حكيت لي. بدي قصة مضحكة من واقع المستشفى عن أضحكتك. يوم من الأيام أجانا مريض على قسم الطوارئ. أول ما بيجي المريض طبعا بنحطه على السرير عشان يصير معاينة سريرية، فبكون هناك الدكتور، الدكتور بده يقيمه، أنا بكون مع الدكتور، يعني كل دكتور بيكون مع ممرض يعني كمساعد. أجي الدكتور على المريض، شو بقي لي ما كنت؟ والله قال إيدي اليمين، فبدي أعمل الإجراءات اللازمة. بالبتيشن الأخير. أنا بوجعك، أنا بوجعك. خلص الدكتور الإجراء، بقول له فيش عندك ألم يعني، أنت ليه جايين على المستشفى؟ فهو بقول للدكتور زي ما أنا بحكي لك إيدي اليمين، هو رافع شمال. شفت كيف هذا انت خربط من اليمين وشمال. هذا التريك كان عنده خربطه بين اليمين والشمال. المهم نعم محمد. نعم انا بدي اياك الحين تحكي لي قصه مش مضحكه، مؤثره يعني، هيك مرت معك في مجال عملك. قصه قريبه يعني، شخص تعرض لحادث سير و ثم دخل في كوما أو غيبوبة، وكان لديه يعني أضرار جدا في الدماغ، الضرر في الجهاز العصبي بشكل عام هو ضرر دائم، ولكن أهله باستمرار كانوا يزورونه، يقرؤون القرآن عليه، يدعون له، وكان الأهل متعلقين بشعره كما يقال، فدائما يسألوننا هل سيتحسن ابننا، هل سيكون بخير، ونحن نستمر في قول ادعوا له، ولكننا في داخلنا نعلم أنه لن يتحسن لأنه لديه ضرر في الجهاز العصبي. مضت الأيام، بعد تقريبا 6 أشهر بدأت حالة ذلك الشخص تتحسن. بدأ بداية يحرك قدميه بشكل خفيف، بعد ذلك بدأ يحرك يديه، بعد ذلك رأسه، بدأت حالته تتحسن. الأمر كان صادم للجميع، يعني كيف ذلك؟ المهم الشاهد أن بعد سنة تقريبا خرج من المشفى ذلك المريض، بعد سنة عاد شخص ومعه والده، فدخل الوالد ويسألنا يقول: هل تعرفون هذا الشخص؟
قلنا لا لا لم نراه من قبل. فإذا به نفس ذلك الشخص الذي خرج من الغيبوبة لدينا، وكان يعني نحيل جدا، قفصه الصدري يعني يبدو واضح كثر نحالته. وعندما جاءنا مع والده يعني ما شاء الله بعد العلاج الطبيعي يبدو أنه دخل دورة جيم أو حديد، أصبح لديه جسم رياضي. يعني سبحان الله، لا يجب أن تيأس من روح الله، مهما قالوا لك مستحيل لا يوجد مستحيل، وأنت مع الله عز وجل. ونحن حاليا في شهر رمضان، لو استغلنا هذه النقطة لصالحنا سندعو الله بكل ما نحب. هذا شهر مبارك، ادعو الله بكل شيء مستحيل في نظرك، وتأكد أن الله سيستجيب لك. ما رأيك حمزة؟ أمانة الله يعني مؤثرة، يعني بتمر معنا حالة زي هيك والله، يعني دائما عن جد الواحد ما يأس من رحمة ربنا. صارت قصة هيك مؤثرة، نقدر نحكي يعني حاليا في وضعنا هذا الكورونا. جانا مريض على المستشفى كان مصاب بالكورونا، وبتعرف ان الكورونا من يعني تنصاب بالجهاز الرئوي تكون خطرة جدا، يعني حتى بعد ان يخرج منها حسب الدراسات الأخيرة يبقى هناك ضرر على الجهاز التنفسي بشكل عام، وخاصة اذا كان كبير في العمر. فجانا المريض طبعا لما يكون كان في عناية مكثفة، بعدين طلع من العناية المكثفة، هذا المريض كان يتنفس عن طريق بربيج في ركبته. فما كان يتكلم يقول لك ان شاء الله انا راح ارجع اتحسن، يعني هو بيحكي عنده يعني عنده إرادة غير شكل، بدي أتحسن وارجع على أهلي وأولادي وعيلتي وحبايبي تمام. حتى أنا كنت مطمن من تجاهه، أنا قلت يعني إن شاء الله ربنا بيشفيه وبطلع. يعني كان يبدو عليه علامات التحسن. جميل. تمام. في يوم من الأيام خلصت من نوبتي وروحت على البيت، فبتفاجأ في ثاني يوم بيجينا خبر إن المريض توفى. عن جد كانت صدمة غير شكل. العكس القصة التي قلتها من واقع إنه أحيانا نحن نظن أن الشخص أصبح معافى بقدراتنا الطبية وبقدراتنا العلمية، وفجأة إذا عمره وأجله قد انتهى. وفي حال آخر أحيانا نظن أن الأجل انتهى، ولكن الله سبحانه وتعالى كتب لذلك العمر فتجده عاش. فدائما كن مع الله ولا تبالي. سنت. في النهاية ننهي الحلقة، في النهاية شاركني برأيك في مكان التعليقات. صدقا سعدت بالحديث معك حمزة، سعدت باستضافتك هنا في القناة. بالمناسبة هو ابن عمي حمزة، وصحبة طفولة، فعندما تجتمع الطفولة وصحبة الطفولة مع قرابة الدم يصبح مزيج. أسأل الله عز وجل أن يحفظك لي على رأسه كبير، ويحفظني لك ويحفظ لكم أحباءكم وأصدقائكم. وأحمد هنا خلف الكواليس يقول لا تنسوني، طبعا لا ننساك. المهم شاركني برأيك في مكان التعليقات، وإذا عجبك المقطع لا تنسى الإعجاب به، وجملتي دمتم في أمان الله.